السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإتمام الامتحان المحلي لثانوية سيدي بومدين الإعدادية للسنة الثالثة إعدادي لجهة فاس بولمان نيابة إقليم صفرو. تمرين ثلاثة، قالوا لنا ABC مثلث بحيث AC أو AB الأولى كتساوي 3، عطاونا AB تساوي 3 و AC تساوي جذر 7 و BC تساوي 4. طلبوا منا في السؤال رقم 1 أثبت أن المثلث قائم الزاوية، لنثبت أن المثلث قائم الزاوية، لنثبت أن المثلث ABC قائم الزاوية. فاش كيطلبوا مني نثبت واحد المثلث قائم الزاوية، كناخذ الأضلاع اللي هي صغيرة، يعني الأضلاع اللي كتشكل مسافة صغيرة، عندي AB كتساوي 3، AC كتساوي جذر 7 و BC كتساوي 4. كناخذ جوج الأضلاع اللي كيشكلوا مسافة صغيرة وكندير كل واحد فيهم أس 2 وندير الجمع ديالهم. بحال دابا أنا عندي بالنسبة لي أنا هنايا الضلع AB كيساوي 3 والضلع AC كيساوي جذر 7 والضلع BC كيساوي 4، فأصغر الأضلاع في هادو هو الضلع AB و AC. ندير أنا نكتب لدينا، لاحظوا معي، لدينا كنطبق أنا هنايا غنطبق فيثاغورس العكسية، غنطبق فيثاغورس العكسية، إذا غنطلق من الجمع ونوصل للضلع الكبير اللي هو الوتر أس 2. إذا الجمع هو AB، عندي AB أس 2 زائد AC أس 2 يساوي ماذا؟ كيساوي عندنا AB أس 2 هي 3، AB هي 3 وندير لها أس 2، و AC هي 7 ندير لها جذر 7 أس 2 اللي كتساوي 9 زائد 7 اللي كتساوي 16. هاد 16 شنو هي؟ هي البي سي اللي هي 4 أس 2، اللي هي 4 أس 2، و 4 أس 2 هي بي سي أس 2. فإذا كان عندي مجموع مسافتين أو ضلعين كل واحد فيهم أس 2، مجموع ضلعين كل واحد أس 2 كيساوي الضلع الثالث في المثلث أس 2، فإن حسب كنقولوا إذن حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية المثلث ABC قائم الزاوية في A، يكون قائم الزاوية في A، مثلث ABC قائم الزاوية في A. علاش A؟ لأن A هي الحرف الغير موجود في BC، أو A هو الحرف المتكرر في المجموع. دائما الزاوية القائمة إما الحرف المتكرر في المجموع أو الحرف الغير موجود في الضلع الأكبر اللي هو الوتر اللي هو BC. اذا الحرف غير موجود في بي سي هو الحرف A. السؤال رقم 2 طالبين منا، السؤال رقم 2 طالبين نحسبوا سينوس ABC. لنحسب سينوس ABC لدينا او نعلم ان سينوس ABC هو الضلع المقابل للزاويه B، غادي نستعملوا الشكل، نستعملوا الشكل مع العلم ان احنا وجدنا ان هذا المثلث ABC قائم الزاويه في A، يعني الزاويه A قائم الزاويه. اذا بما ان عندي المثلث ABC قائم الزاويه، يعني يمكن لي نطبق فيه النسب المثلثين، يمكن لي نطبق فيه النسب المثلثين، نسب المثلثين. لدينا سينوس B ماذا يساوي؟ يساوي الضلع AC على الوتر BC، الضلع AC على الوتر BC، الضلع AC يعني الضلع المقابل على الوتر، الضلع المقابل على الوتر اللي هو الضلع المقابل للزاويه بي هو AC. لاحظوا معايا، ممكن ناخذها من هذا، ناخذها من الزاويه، الضلع المقابل للزاويه بي هو AC، هو AC، ممكن ناخذو كاع من الزاويه على الوتر. خلاص من طبيعه الحال هو اكبر ضلع في المثلث ABC اللي هو BC. AC عطاوني كتساوي جذر 7، وعطاوني بي سي كتساوي ماذا؟ تساوي 4. اذا فالسينوس ABC تساوي، اللي طالبين مني نحسبها، كتساوي جذر 7 على 4. السؤال رقم 3 قالوا لنا استنتج المسافه اهاش او الضلع اهاش كيساوي. لنستنتج اهاش،
لدينا أن نأخذ نفس الزاوية بي اللي لقينا، نفس الزاوية اللي هي بي. عندي هاش هو المسقط العمودي أو هاش سيم وثلاث قائم الزاوية في هاش كيما عطاوني هما في الشكل. فإذا كان هذا قائم الزاوية فسينوس بي كيساوي أ هاش على أ بي، فسينوس بي هاد الزاوية بي. لاحظوا معايا دابا غادي ناخذ المثلث أ هاش بي، غناخذ المثلث أ هاش بي القائم الزاوية بطبيعة الحال في هاش. فا الى خديت المثلث ا هاش بي وناخذ الزاويه بي ديالي اللي لقيت عاد دابا هي اللي لقيت السينوس ديالها كيساوي جذر 7 على 4، غندير لدينا سينوس الزاويه ا بي سي او ا بي هاش حقيقه كيساوي ماذا؟ كيساوي سينوس ديال الزاويه ا بي سي والسينوس ا بي هاش ها كتساوي القله. القله هي الضلع المقابل اللي هو غيكون هو ا هاش د المقابل ا بي هاش و ا هاش على الوتر ا بي. كنهضر في المثلث ا بي هاش، كنهضر في المثلث ا بي هاش. في الجهه الاخرى مثلا لقيت انا السينوس ا بي سي، لقيت السينوس ا بي سي كيساوي جذر 7 على ماذا؟ على 4، كيساوي جذر 7 على 4. اذا انا كنقلب على ا هاش، إذن أ هاش ماذا تساوي أ هاش؟ غادي تساوي لي جذر 7 على 4 عامل أ بي، اللي غتساوي جذر 7 على 4 أ بي عطاوني تساوي 3، هي 3 جذر 7 على 4، غادي تكون هادي هي أ هاش، هي 3 جذر 7 على 4، وغنكادريها. إذن أ هاش كتساوي 3 جذر 7 على 4، ونكون بذلك جاوبت على التمرين رقم 3 من الامتحان المحلي لجهة فات بولمان لمدرسة أو إعداديات، عفوا إعداديات سيدي بومدين. دابا غادي ناخذ تمرين 4. تمرين 4 نقوم بإنجاز تمرين 4 إن شاء الله نقوم به. تمرين 4 شنو قالوا لنا في تمرين 4؟ قالوا لنا الفا قياس زاويه حاده. تمرين 4 هنا، تمرين 4 اذا قالوا لنا الفا قياس زاويه حاده، زاويه حاده قياس زاويه حاده. قالوا لنا اذا علمت ان السينوس الفا، هذا السؤال رقم 1، كيساوي 3 على 5. نعم، اولا عطاونا السينوس الفا، قالك لي نحسب او لنحدد، لنحدد نعم لنحسب ولنحدد بحال بحال، لنحدد كوس الفا والطانجنت الفا. نعلم ان القاعده كتقول، كتقول بان الكوس الفا اوسيتان كيساوي 1 ناقص سينوس اوسيتان الفا. منين جات؟ جات من هذه القاعده، كوس اوسيتان الفا زائد سينوس اوسيتان الفا كيساوي 1. يعني انا كنقلب على الكوس اوسيتان بليتو، عفوا كنقلب انا على الكوس الفا، كوس الفا اش كيساوي؟ كيساوي 1 ناقص سينوس اوسيتان الفا. اذا اش غادي ندير؟ نحيد الاوسيتان ندخل الجذر المربع هنا، قلت الجذر المربع، اذا ازاله الاوسيتان كيعطينا ادخال الجذر المربع على الطرف الاخر اللي كيساويه. الى حيدت الاوسيتان كندخل الجذر المربع على الطرف الاخر اللي كيساويه، يا جذر مربع نعم 1 ناقص سينوس الفا عطاوني تساوي 3 على 5. سينوس الفا عطاوني كتساوي 3 على 5، سينوس الفا كتساوي 3 على 5، و 3 على 5 ما نساش الاس 2 اللي عندي ديال، لان مش عام التلميذ كينساها كيتصحابو صافي راه عوض وكيحسب، لا عوض اخويا بالاس 2، 1 ناقص 9 على 25 كنفرق الاس، ثم بعد ذلك احوحيد المقام، هي 25 ناقص 9 على 25، 1 ضربته في 25 باش نوحد المقام، ناقص 9 في 1، هنا راه بحال 1 على 1، هنا بحال عندي 1 على 1، ضربت 1 في 25 هي 25، و 9 في 1 تساوي ناقص 9 ديالي، لان كاينه ناقص العمليه، اللي غتعطينا في الاخير هي جذر مربع 16 على 25، اللي كتساوي في الاخير 4 على 5.
4 على 5 اللي هي الكوسينوس الفا اللي طالبين مني. ثم طلبوا مني نحدد طانجنت الفا. نعلم ان كذلك القاعده اش كتقول؟ طانجنت الفا اش كتساوي؟ طانجنت الفا كتساوي سينوس الفا على الكوسينوس الفا. سينوس الفا عطاوني في المعطيات 3 على 5 والكوسينوس الفا لقيت 4 على 5 اللي كتساوي 3 على 5 نضرب في مقلوب الكسر، نضرب في المقلوب ها المقلوب ديال 4 على 5 اللي هي 5 على 4 عفوا 5 على 4 تمشي 5 مع 5 تبقى 3 على ها 3 على 5 ونكون بذلك جاوبت على السؤال رقم 1 من التمرين 4. في السؤال رقم 2 من التمرين 4 طالبين منا نحسبوا البسطو اللي نحسب والو بسيط اش غنحسبوا اش البسطو عطاونا هنايا ا كتساوي كوس اوس 22 درجه زائد كوس 50 درجه زائد كوس اوس 72 درجه ناقص سينوس اوس 2 او عفوا سينوس 40 درجه بدون اوس 2. اذا باش نبسط ويمكن لي نحسب هذا اول حاجه خصنا نعرفوا واحد القاعده. شنو هي القاعده كتقول؟ الا كان عندي زاويتان فيهم 90 درجه المجموع ديالهم كيساوي 90 درجه فان الكوسينوس ديال احداهما كتساوي السينوس الاخرى ها والسينوس ديال الاولى كتساوي الكوسينوس كذلك ديال الاخرى يعني وحده بالعكس الاخرى في النسب المثلثيه. اذا كان جوج الزوايا كيشكلوا 90 درجه فان الكوسينوس اكس كيساوي سينوس واي او سينوس اكس كيساوي الكوسينوس واي هذه علاقه او خاصيه متفقين يعني السينوس الوحده كتساوي الكوس الاخرى ولكن يكون المجموع ديالهم كيساوي 90 درجه يعني زاويتان متتامتان. هذه القاعده اللي غنطبقوا ان شاء الله هنايا لاحظوا معايا عندي غادي نجيب هنا ال 20 مع ال 70 هادي غنجيب هادي اللي غندير بالاحمر هادي مع هادي وغنجيب عاوتاني هادوك اللي غندير تحتهم الخضر كيساوي 90 درجه. لاحظوا معايا 20 زائد 70 تساوي 90 درجه و 50 زائد 40 تساوي 90 درجه. اذا هي الكوس اوس 22 درجه زائد الكوس اوس 72 درجه زائد كوس 50 درجه ناقص سينوس 40 درجه. لاحظتوا بان 40 و 50 90 و 20 و 70 و 20 كيساوي 90. هذه غنعوض وحده فيهم داك الشيء اللي قلنا عاد دابا. عندنا الكوس كيولي سينوس، سينوس ماذا؟ الكماله ديال 90، الكماله ديال 90 ل 70 شحال هي؟ هي 20، هي تولي سينوس اوس 2 ديال 20 درجه. زائد هذه الكوس 50 نخليها. ها هي. ثم ناقص هنا سينوس 40، سينوس 40 بغيت نعوضها بالاخرى. هي الكوس ديال 50 درجه الكماله ديال 90 40 بقات لها 50 عوضت السينوس بالكوس كما قلت لكم فاش يكون مجموع زاويتين كيساوي 90 درجه كنعوض وحده بالكماله ديال يعني بالزاويه المتتامه ونغير النسبه المثلثيه كان الكوس يولي سين كان سين يولي كوس لان المجموع ديال الزاويتين كيساوي 90 درجه. بعد ذلك اش كندير؟ لاحظوا كوس اوس 2 ديال 20 درجه زائد سينوس اوس 2 20 درجه يساوي 1 هذه خاصيه كوس 2 كوس اوس 2 لزاويه زائد سينوس اوس 2 لنفس الزاويه لنفس الزاويه يساوي 1. كاين اللي غيوضع واحد من هنا ديريكت حتى هو عنده الحق يجي من هنا يوضع واحد عنده الحق. هذه كوس 50 ناقص كوس 50 يساوي 0 اللي غتجي في الاخير يساوي 1 ونكون بذلك حسبت وبسطت العمليه ديالي اللي طالبين مني وهكا نكون ان شاء الله قد انجزنا التمرين 4 من الامتحان المحلي لثانويه سيدي ام الدين جهاز فاس بولمان اقليم نيابه اقليم صفرو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.